بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقية تعزية إلى جلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد. ضمنها سموه خالصة تعازيه وصادق مواساته لجلالته ولجلالة الملكة سيلفيا بوفاة شقيق جلالة الملكة راجيا له الرحمة. كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تعزية مماثلة.